السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقدم لكم في هذا الفيديو مواقيت الصلاة على القاهرة ليوم الأحد 23 يونيو 2024 17 ذو الحج 1445 من قناتي أنا وحياتي. فضلا منكم وتكرم أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا مواقيت الصلاة على القاهرة: يؤذن الفجر اليوم في 4:08، الشروق في 5:54، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 10:57، يؤذن المغرب اليوم على القاهرة في 4:32، يؤذن المغرب اليوم في تمام الساعة 8، تؤذن العشاء اليوم على مدينة القاهرة في 9:33. اللهم صل عليك يا حبيبي يا نور عيني يا تاج رأسي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القرب، وعلى آلك وأصحابك الأطهار الأخيار الأبرار يا رب العالمين. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.